الجماهير السعودية التي غضبت من هذا الفعل كانت بعيدة جدا عن وسائل الإعلام. سبقا أعلن هيرفي رينارد المشرف العام ومدرب المنتخب السعودي الأول أن سيكون متواجد وسيكون حاضر وسيدخل على اللاعبين بعد كل مباراة بإذن الله بالفوز ويهنئهم فيه. فهذا شيء معلن، يعني لم يكن يعني هذول اللي تقول عنهم أنهم غضبوا، ما غضبوا في المؤتمر لما أعلن عن هذا الشيء. هيرفي رينارد أيضا لم يتدخل، ولكن هو مدرب المنتخب الأول وهذا مساعدة، قد يكون هناك توجيهات أو آراء معينة أو استشارة حتى المدرب الحالي، هذا شيء لا يغضب أبدا. المدرب رينارد مدرب كبير جدا وهو مكسب لكرة القدم السعودية، الآن دخل السنة الثالثة مع المنتخب السعودي وقدم أداء جيد ومختلف جدا عن الأداء السابق. الآن متصدر تصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وبغض النظر عن تصدر يقدم أداء جيد وقدم مجموعة من اللاعبين المتجانسين على مستوى الكرة السعودية وحتى على مستوى الكرة الآسيوية.